ليس ببعيد كان لهؤلاء الرجال صولات وجولات في سوح الوغى وهم يقارعون الإرهاب ببسالة فرسان أشداء. إنهم منتسبو الفوج السابع لشرطة ديالى ينطلقون بأكبر حملة تطوعية لتقديم الخدمات بعد أن غابت عن أحياء التحرير والجهزة والعمال التابعة لمدينة بعقوبة. بالتأكيد هذه الأعمال التطوعية إنما ستؤتي ثمارها إن شاء الله من خلال التواصل والتعاون والانفتاح بين رجل الشرطة والمواطن، وهذا إلى مردود أمني ليس خدمي فقط بل مردود أمني من خلال تواصل المواطن مع المؤسسة الأمنية وتعاونه معهم. وإحنا مبدأنا أنه المواطن هو المسؤول الأمن الأول بالمحافظة. فرغنا كل الأبواب بدون فائدة، اتجهنا للقوات الأمنية والله، وخاصة مقدم أحمد الرجل بارك الله بما يقصر جاب لنا اليوم حملة شفلات ولوريات ودا يشتغل ودرت منا شوارع، وهاي مو أول مرة، هاي رابع أو خامس حملة الرجل، هو يعني ما قصر، رابع خامس حملة يدفن شوارع فتح مجاري يسلكها. استنجاد أهالي هذه المناطق برجال الشرطة لم يأتي عن فراغ، فمناشداتهم المستمرة وبث شكواهم من فساد الشركات المنفذة وتلكؤ المشاريع للجهات الحكومية يبدو إنها لم تسمع منذ أكثر من 5 سنوات. المشروع كان لازمين مقاولين، فالمقاولين انهزموا بعد ما شفناهم ولا شافونا، زين هاي المقاولين اللي اشتغلوا بهذا الشارع، زين وعافوا المواد وعافوا الخدمات عن نص وطلعوا قبل، صار 3 سنين على هالوضعية. الشتاء وضعية كارثة، يعني ما نقدر جهالنا نوصلهم المدارس إلا نشيلهم ونطلعهم. بس ما شاء الله هذا السبويس كله هنايا، وهذا شارعنا حفروه المقاولين وعافوه وراحوا، وظل المي مكوم هنايا منه جاي يرجع حتى على البيوت، هنا بعض البيوت جاي يرجع عليها جاي يطب للداخل. جاه البارحة وقع بالمنهولة والعالم قوة طلعته، صارها أكثر من سنة هاي المنهولة مفتوحة. فلا يختلف اثنان على المهام الجسام التي تتحملها القوات الأمنية والواجبات الوطنية المناطة بهم، لكن مثل هذه المبادرات التطوعية قد تسهم بتكسير العلاقة بين المواطن ورجال الشرطة بما يعزز الاستقرار المجتمعي. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.